السلام عليكم ليكيب، شنو تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة عافية على النبع. اليوم بدينا نصوروا من جوانو كاع نهديو نورمالمون هاد الشبارات هاذيك اللي حلت تجاوها هاذيكا القضية باك وصلنا لها ما عرف نلقاها ولا لا. نخرجوا على البوان يكراك منا، البوان يكراك تاع بكري، البوان يكراك نعديو سيدي إبراهيم. سيدي إبراهيم نخرجوا مليه نحمولو دورو ديريكت ديك سيدي عاشور، بعد القضية نروحو مع العمل لكم راهو يدينا المكتوب إن شاء الله. بين القمة هذيك السبارات غيشي كبير. ماشي يقضي رمضان. Thank you.
تحركات كبيرة اللي متلخلق من رمضان باش يكمل عقب القضيات ماشي هذا كامل تاع اللي رايح للشفارة. ضمن خطته لغزه ما بعد الحرب هو طرح كيفيه انشاء حياه اداريه مدنيه داخل قطاع غزه تكون بديلا عن اداره حركه حماس والمقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه، وبالتالي ربما يكون الهدف من انشاء هذا الممر المائي محاوله للتاسيس لنواه جديده من الحياه الاداريه المدنيه داخل قطاع غزه، تشرف على توزيع المساعدات بعيدا عن وكاله الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بعيدا عن المؤسسات الدوليه وبعيدا عن المقاومه الفلسطينيه، وتكون هي بمثابه النواه الاساسيه لاعاده الهيكله الاساسيه التي يطمح ويرغب بها الاحتلال الاسرائيلي. النقطه الثالثه وهي ايضا تتقاطع مع ما تفضل فيه الدكتوره وهو يتعلق ان هذا الغطاء الانساني هو تكريم لهذه الحرب والاستمراريه هذه الحرب لاطول فتره زمنيه ممكنه. الولايات المتحده الامريكيه تعرضت لانتقادات كبيره جدا، هناك ضغوطا من الشارع الامريكي وهناك ضغوطا دوليه على الاداره الامريكيه تحاول ان تخفف من هذه الضغوط من خلال الحديث عن الذهاب الى فتح الممر الانساني لتفتح الممر الانساني وتعطي الضوء الاخضر للاحتلال الاسرائيلي لاستكمال ما تبقى من عمليه عسكريه في قطاع غزه، وهذا الامر قد يسحب الامر الى فتره زمنيه طويله قد تمتد لشهور وربما لسنوات مقبله. ايضا هناك قضيه جوهريه وهي ان ما تم التاسيس له عبر الايام والاسابيع القليله الماضيه من خلال إصدار اتهامات منفقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين ولإنهاء ملف العودة حق العودة للفلسطينيين بشكل عام، يحاول الاحتلال الإسرائيلي الآن إيجاد بدائل أخرى تحت مسميات أخرى ترفع الغطاء السياسي والمظلة السياسية عن حق الفلسطيني للعودة وإقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي أنا باعتقادي هذا التحرك الذي يتم الحديث عنه على أنه تحرك انساني هو يحمل في طياته الكثير من الاهداف المغطاه والمبكره والتي يمكن ان يسعى الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحده الامريكيه لتمريرها من خلال هذه الخطوات، وسيما اننا نتحدث عن يا ولدي امبوسيبل تشري حاجة وشي كبير داخل الفكرة اللي رحت عليها قلتها فضت من عاش Thank you.
السلام عليكم. السلام. بنت لي هذا الله يسلمك. نعم. ايه اللحم فيه سودا غاشي لقيته ما نعرف والله ما نفت الامبورطاسيون ولا تاعنا ضايرين بالززار غاشي كبير شين ما تفضش عديت من تما ما نفت تاعنا ولا الامبورطاسيون هو حسب الغاشي بين تاع الامبورطاسيون الامبورطاسيون يجيبوه محيين والله اها هاي يجيبوه فيهم في الكرتونات مدبوح مقصوص وكل روح حلال حلال الحال وكاينين الجمعيات اللي كونتروليه ومن في البطوار يخدموا تما جزائريين مصريين من السودان مسلمين ما واش راه يجيب لك حاجه حرام بيان سي هو كاين فيديو هذاك كاين واحد عنده الجمع الكبير عنده 41 كونترول اللي كونتروليو اللحم الحلال بيان سي هذا الحلال زيت سوما على خطر
المستهلك لتمكينه من اقتناء حاجياته الضرورية بأسعار تنافسية والعينة في نشر ساحة الشهداء. ضخ 8000 طن من اللحوم لضبط السوق، وأربعون ألف أسرة تستفيد من منحة رمضان. قصف مكثف على قطاع غزة يرفع حصيلة الشهداء، والاحتلال يتعمد الفوضى أثناء إدخال المساعدات. الجزائر تحيا اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر الصيام. الأسرى الصحراويون ضمن مجموعة كيمازيك يشرعون في إضرابات إنذارية عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم بسجون الاحتلال المغربي. تفاصيل. إذا أطلقت وزارة التجارة وترقية الصادرات حملة وطنية للحد من التبذير الغذائي تحت عنوان لنتجنب جميعا من أجل محاربة التبذير والاقتصاد في الاستهلاك. وتهدف هذه المبادرة إلى التحسيس بأهمية مكافحة كل أنواع التبذير مع العمل
على تغيير ثقافة الاستهلاك مع اقتراب حلول شهر الصيام الذي يعرف عادة تزايدا ملحوظا في الاستهلاك الغذائي. ويتصدر الخبز قائمة المواد الغذائية المعرضة للتبذير خلال شهر رمضان بسبب سلوكيات استهلاكية سيئة وغير مرغوبة، حتى أصبحت تكلف الخزينة العمومية ما قيمة 320 مليون دولار سنويا. المزيد مع حبيب السكر. 8 ملايين خبز ترمى يوميا، وبقيمة هذه سجلت 23 مليون دولار سنويا. هي خسارة هذا التبذير عن أسباب الطاهرة. تحدث يوسف خلفات رئيس الاتحادية الوطنية للخباسين. حوالي 800 قطعة هذه يوميا التي تبرر، يعني تستهلك منها تروح للكتغرية للمواشين، منها تروح للصانعين وتفليق، منها اللي يروح للكمامات. وعشية حلول الشهر الفضيل وللحد من الظاهرة، أطلقت مؤخرا وزارة التجارة وترقية الصادرات حملة وطنية في الإطار. أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات. حملة تدخل في إطار محاربة تدمير لا مخرج من شهر رمضان، يعني أكثر الاستهلاك بالنظر إلى طبيعة العائلة الجزائرية، ولهذا انطلقت العملية بالتنسيق مع كل الشركاء والدوائر الوزارية المعنية باش نوعيو يعني باللي التدمير هذا صار محرم من الناحية الشرعية ومن الناحية الأخلاقية. وأمام تأكيدات الوزارة الوصية بوفرة كل المواد الاستهلاكية وحلول الشهر الفضيل، تبقى ثقافة الترشيد في الاستهلاك مسؤولية يتقاسمها الجميع. وتحت شعار وطنيون اقتصاديا متحدون اجتماعيا، أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مبادرة تضامنية لشهر رمضان، حيث خفض المتعاملون الاقتصاديون المنضوون تحت لواء المجلس أسعار منتجاتهم، خاصة المواد الغذائية والأجهزة الكهرومنزلية والمواد التنظيف والمواد الزراعية. وزير التجارة وتربية الصادرات الطيب زيتون ثمن المبادرة وأكد أن منتجات المتعاملين موجودة ب 500 سوق جواري بأسعار معقولة. نستمع عليه في هذا التسجيل لهند طبري. عندما ما يطالب في السوق الجوهر، وعندما نطلب من الملاذ الرحمية وفيه أسئلة متعامل اقتصادي من عمولة في السوق الجوهر. الأسواق الجوهرية التي نحتاج من الجنس بمن يستهل. هذه الأسواق الجوهرية التي تحتاج بسلكم من كل القوة، أسواق التي تمسحها منذ أيام قليلة قبل رمضان. نعرف أنها كل المواد هذا. وتتم تخصيص مئات الأسواق الجوارية عبر الوطن لتكون فضاءات للمستهلك لتمكينه من اقتناء كل حاجياته الضرورية بأسعار تنافسية. شفيع الحسين تنقلت إلى السوق الجوارية المتواجد في ساحة الشهداء في العاصمة وسجلت إقبال للمواطنين ووفرة في المنتجات ضمن هذا الرفوش. خلال جولتنا الميدانية التي قادتنا إلى السوق الجواري بساحة الشهداء بالعاصمة، لاحظنا وفرة وتنوع المنتجات الغذائية وبأسعار معقولة مثل ما يؤكده بعض التجار. هو هذا السعر تاعو راه في متناول الجميع، راهو من 30 حتى 35، وكاين العرجون في حدات العرجون الثاني راه كاين من 40 حتى 60 حتى 70. عندنا الأرز لو ريحته طافية على فوق 500، عندنا الخوصة كبيرة بنت 30000، وعندنا الليفية الحمراء كبيرة 20000، وعندنا الليفية البيضاء 30000، وعندنا العدس 60000. لا قرنوا الجبة لا أغلب صلتهم الباطم أبيش القرعة باتنجان زروديا الحار لبري ريزوناب تجور نحسر بعالم جناك مباعة ولا 25 بانا 35، عندنا عنب شباب هايل 50 عنب، عندنا تفاح سيبال شباب على حبة سومة 28 بتاع 50 وباندويد تشينا حلاوة عسلة طارتونة 8000 كيلو. السوق الجواري بساحة الشهداء عرف إقبال المواطنين الذين أكثروا مختلفين. عايش كل حاجة. كيف العينة وكيف
نساعدهم شويه ونقصوا شويه ودي بريبارون بوغ على لي مارشي وممكن نقصوا شويه روز شويه حمص بون تري يا ربي نكون حق يا ربي يساعد اسعار فرقه بوضه استعدت ندير فيديو فتح الأسواق التضامنية في شهر رمضان مبادرة حسنة من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. هذا وكشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة في وزارة التجارة أحمد مقراني عن ضخ 8000 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء في السوق الوطنية لكسر المضاربة وتحكم في الأسعار. نستمع إليه متحدثا لحبيب السدوي. دخول حوالي 7000 إلى 8000 طن لحوم الحمراء وكذلك اللحوم البيضاء تم استيراد منذ يومين فقط كمية تقدر من 3200 طن من اللحوم البيضاء سوف تمكن من تدوير عملية تموين وتمكين كذلك حتى من خفض الأسعار في اللحوم البيضاء اللي شهدت نوعا ما ارتفاع الأسبوع الماضي وهذه اللحوم تقريبا 7000 إلى 8000 طن تحمل فيها اللحوم المعبأة تحت التقرير بسعر محدد 1200 دينار وكذلك لحوم البقر طازجة تخلق كميات كبيرة من أوروبا محدد سعرها ب 1350 دينار وضعنا في التنسيق مع الإخوة المستوردين مخطط للتوزيع ليشمل أكبر عدد ممكن من الولايات لأنه كان بعض الولايات عندها اكتفاء. عشية الشهر الفضيل كشفت وزيرة التضامن والأسرة كوثر كريكو عن استفادة 40,000 أسرة على المستوى الوطني من منحة رمضان أغلبها صرفت بواقع 99%. وأوضحت كريكو خلال زيارة عمل وتفقد لولاية بومرغاز في إطار الاستعدادات الخاصة بالشهر الكريم عن التفكير في أسواق تضامنية خاصة برمضان وفضاءات على مدار السنة مثل ما توضحه في هذا التسجيل عبد القادر تريكي من الإذاعة الجزائرية في بومرغاز. في برنامج أولا بالنسبة لمنحة رمضان ما يزيد عن 40,000 أسرة مستفيدة من هذا المنحة أغلبها صرفت بواقع 99%. بالنسبة للأسواق التضامنية خاصة بالمرأة المنتجة بهذا الإطار اقترحنا أن يكون في أسواق تضامنية خاصة بشهر رمضان بالإضافة إلى الفضاءات لتكون على مدار السنة. النقطة الثالثة وهي بالنسبة للمسابقة بالتنسيق مع القطاع الشؤون الدينية كنا أدرجنا فئة قابل فيها في مسابقة تيج القرآن الكريم بالإضافة إلى العمليات التضامنية والفواتير التضامنية وفقا للتحقيقات الاجتماعية من قوم بها الخلايا الجوارية التضامن اللي هي 275 خلية في المطاعم الضخمة اللي البرينتون ومجاي هذي ماشي كبير يا رمضان أكتوبر من السنة الفارقة إلى 95 حالة وفاة و 1905 شخص تم إنقاذه وحمله إلى المستشفيات. إلى آخر أخبارنا الوطنية كتب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الرهد أن رئيس الجمهورية أقر مجموعة من الإجراءات للخروج من رئاسة التنظيم
وضح وزير الداخلية خلال إجراءه اليوم بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل لدار البيضاء على مراسم إحياء اليوم العالمي للمرأة على شرف منتسبات سلك الحماية المدنية. أوضح أن المرأة تعد محرك التنمية والرقي، واستطاعت المرأة في الحماية المدنية أن تبرهن قوتها وإثبات قدراتها في اقتحام مختلف التدخلات. وبالمناسبة أشاد الوزير مراد بالحس العالي للمرأة في الحماية المدنية ودورها في عملية التخصيص والتوعية. أهلا بكم مجددا مستمعينا وإلى جديد الأخبار الدولية، والبداية بالممثل الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار والتونس التي تضم ايضا موزمبيق سيراليون وغيانا في السودان خلال شهر رمضان. ويدعو المقرر جميع الاطراف الى ضمان ازاله اي عرق دم وتمكين وصول المساعدات الانسانيه بشكل كامل وسريع وامن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس والامتثال لالتزاماتها في موجب القانون الدولي الانساني. والاتحاد الافريقي قد دعا الى وقف شامل اطلاق النار في كامل الاراضي السودانيه في شهر السبت بعد دعوه مماثله اطلقتها الامم المتحده بطرف المزرعه. في اليوم 55 بعد المئه للحرب على غزه، واصل جيش الاحتلال الصهيوني مكثف على مدن القطاع قصف خان يونس ورفح جنوبا، بينما ارتفعت حصيله ضحايا سوء التغذيه والجفاف الى 23 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي. وقالت وزاره الصحه في قطاع غزه ان عدد ضحايا العدوان الوحشي على القطاع ارتفع الى ازيد من 30,000 شهيد و 72,524 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأفادت الوزارة بأن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في قطاع راحة بحجة 82 شهيدا و 122 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وفي خضم كل هذا التواصل، المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان وتحقق المزيد من المكاسب الميدانية، يقول المحلل السياسي سليمان بشار. طبعا خمسة شهور ودخلنا إلى الشهر الثالث من هذه الحرب، في ظل الواقع الإنساني الآن وربما أضعف محطة إنسانية يجب بها العالم في العصر والتاريخ الحديث، وهذه هي ربما المحطات الإنسانية يلجأ لها جميع العالم، ويجب أن يكون هناك موقف جماهيري عالمي بتكامل في وجه الغفرة الأمريكية الإسرائيلية في هذه الحرب. في المقابل أيضا المقاومة الفلسطينية، وهذه ربما أحد القضايا التي هي تحير الاحتلال وتحير العالم ككل، أن المقاومة الفلسطينية التي هي يعني تعيش حالة من الانتصار منذ 17 عاما ما زالت صامدة على أرض الميدان وتحاول الاحتلال الإسرائيلي أن تخرج كثير من قواعد الميدان وكثير من قواعد المواجهة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يخسرها، ولكنه لم يستطع في ذلك. وهذا الأمر ربما هو واضح جدا من طبيعة التفكير الاستراتيجي الذي تعمل عليه المقاومة الفلسطينية. وفيما يتعلق بعمليات الإنزال الجوي العشوائي للمساعدات بقطاع غزة والتي أوقعت 5 شهداء، أكد الصحفي الفلسطيني عماد زبطوت أن الاحتلال يتعامل بأحداث فوضى كبيرة من خلال السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى شمال القطاع دون أي تنسيق مع أي جهة داخل القطاع. وقال زبطوت أن الطائرات المحملة بالمساعدات والطرود الثنائية المحدودة لا تكفي لحاجة سكان غزة. وهي ترمى على الأرض ولا تسلم لأي من الجهات الرسمية الحكومية أو حتى أي من الجهات الدولية، بالتالي تصبح هذه الآلية فوضى كبيرة بين الناس، وهذا هو متعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذه السياسة تبدأ هذه الفوضى في شمال قطاع غزة لتقاتل الناس للحصول على كيس طحين وكذا هي مية غالية، وهذا هي تصبح عالم الفوضى والفلتان، وهي أيضا هي في
التعمد لانتهاز هذه السياسه لاحداث هذه الفوضى في شمال قطاع غزه. كذلك يتم استهداف التجمعات المواطنين للحصول على هذه المساعدات، يتم استهدافهم من قبل الدبابات الاسرائيليه ايضا، واستشهد عدد كبير من المواطنين نتيجه هذا الامر. سينظم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمم المتحدة لقاء غير رسمي لتبادل المعلومات لفائدة الممثلين الدائمين للبلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع مجموعة من أفراد العائلات الفلسطينية من ضحايا حرب غزة. وسيتم تنظيم اللقاء في إطار نشاطات التعبئة من أجل القضية الفلسطينية وبالتنسيق مع بعثة فلسطين بنيويورك. تفاصيل أكثر في هذه الورقة لإصلاح حسين. اللقاء يجدد العمل الدائم والخفيف للدبلوماسية الجزائرية لا سيما مستوى مجلس الأمن من أجل نصرة القضية الفلسطينية ورفضها لممارسة القيام الصهيوني للإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة في ظل صمت وتواطؤ مخزن من طرف بعض الدول. المحلل السياسي رابح لاوسي. تقديم جديد على المسؤولين الدول الدائمة العضوية وجهة ثانية لتأثير العديد من المجال منذ أن وضعت أدبها في العضوية في الأمن الدول التعاون الدائم أصبحت تشتغل أكثر من وقت سابق في إطار جهود الالتزامات التي أبعد عن نفسها بأنها سترافق من أجل تمكين فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من جهة، وقبل ذلك ما تعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال مختلف الجهود ومختلف الضغوطات التي تمارسها الجزائر على الدول الأعضاء وسيلة الدول الدائمة. البلدان دائمة العديدة في مجلس الأمن سيصيبها الحرب خلال مثل هذا اللقاء المباشر أمام عائلات فلسطينية تعرض أفرادها للقتل. رابح لاوسي. هذا اللقاء سيكشف الكثير من الحقائق حول طبيعة الجرائم المرتكبة عن قرب ونزع الوسام وربما مغالطات يسوقها الكيان الصهيوني، فتكون البلدان الدائمة العضوية بخلال مثلها أمام حرج كبير وعلى المباشر مع هؤلاء العائلات. بالتالي أعتقد هذا الأمر يعكس فعلا أن الجزائر تواصل وتواصل من هذا المنبر من أجل موافعة حول وقف النار والعدوان على قطاع غزة. إذا الجزائر سترافق من خلال قضية الأمن لصالح القضية الفلسطينية نصرة الحق والقضايا الحق. شرع الأسرى المدنيون الصحراويون بين مجموعة الدين الزيتين المتواجدون بسجن الأيت من ظل تهيب اثنين ضواحي مدينة أكادير المغربية بإضرابات إنذارية عن الطعام احتجاجا على تدهور الظروف الاعتقالية والتمييز العنصري المرتكب في الحرب. وحسب الحق السياسي صلاح القصير فإن الأسرى المعتقلين يتعرضون للمنع من الاتصال الهاتفي والتهديد بالحرمان وكافة الحقوق الأساسية والمشروع. يخوض مجموعة من المتخلين السياسيين مجموعة الدين الزيت المتابعين في السجن المحلي من حيث مدينة قريبة من على سياسة إدارة السجن المذكور التي تحاول القبض على حقوق المعتقلين السياسيين من خلال مصادرة حقهم في الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي واستكمال دراستهم، وبالتالي كل هذه السياسات التي تدخل بإطار زعزعة القناعات لكن يظهر السجناء السياسيين في كل مرحلة وفي كل حلقة بأنه معركة استقرار عن الطعام مع المجتمع الفارغة هي سلاح نوعي لإضراب السجناء السياسيين في الطرف فعل على كل جرائم الاحتلال المغربي، وبالتالي من أوجهها مثل كل المنظمات الدولية المحلية الأمام وتدخل عن الفوضى محاربة التبذير والاقتصاد في الاستهلاك عنوان محمة مدنية كتبها وزارة التجارة عشية شهر الفضل. الأسواق الجوارية المستحدثة فضاءات للمستهلك لتمكينه من اقتناء حاجياته الضرورية بأسعار تنافسية. وكلمة فاطمة العينة كانت من سوق صحة الشهداء. ضخ 8000 طن من اللحوم لضخ السوق و40,000 أسرة تستفيد من منحة رمضان.
قصف مكثف على قطاع غزة يرفع حصيلة الشهداء، والاحتلال يتعمد الفوضى أثناء إدخال المساعدات. الجزائر تحيي اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر سيام. الأسرى الصحراويون ضمن مجموعة البنزير يشرعون في إضرابات جارية عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم بسجون الاحتلال المغربي. في الختام شاكرين لكم حسن إسرائيل كريم. أهلا ومرحبا بكم ضمن أخبار رياضة التوابع. وتزيد الكرة الوطنية نفس الاختصاص الذي توجد به خلال اسابيع في المانيا بنفس الاختصاص في ميدانيه تالق متواصل في ميدانيه كرة القدم ضمن منافسة كأس الجمهورية يختتم اليوم الدور 16 من سيد الكأس بعد الدور الصيف. ماذا يقول مساعد مدرب شباب قسنطين عز الدين رحيم عن اللقاء؟ نظن بالمباراة خاصة المباراة ما تكونش جديد فريق اللي يكون مركز كثير ويغلب الثنائيات، لأنه المباراة هذه راح تلعب على الجديات، ولهذا التركيز يكون تركيز عالي مهم جدا في مثل هذه المباريات. أنا نظن بالمباراة ما راح تكون سهلة، لكن احنا ما دخلنا هذا هو اللوجيستيك على الفريق. وجهتان اقول ايضا تجمع ناديين من قسم الهواة، اولمبياخ بمتصدر بكمال الوسطى الشرقيه صليب شباب اتنا، وبملعب اونو فومر اقول اولمبياخ بمتصدر المجموعه الوسطى الشرقيه صليب شباب المشريه، وبملعب اونو فومر بيتنا شباب المحلي يستقبل اتحاد عمان. فريد نزار رئيس فريق شباب اتنا يتحدث لي الامر السيدي عن المباراه.
الى الدور القادم الكاس ماهيش هدف ولكن الاخوه مباراه في النقاط نعم الماليات قلب الدفاع بما ذلك كذلك لاعب ميزودي مصيب ايضا في المباراه الاخيره باقي التعداد هو تحت تصرف طاقم الفريق. كان هذا فريد نزار رئيس فريق شباباتنا ماذا يقول نادين الكناوي مدرب اتحاد عنابة لمحسن غريبي يعني المباراه؟ هي مقابله تاع كاس احنا راح نلعبوا يعني كل الحظوظ تاعنا للتاهل ومتنقلين لباتنا يعني كل عزيمه وراه راح تكون معيار بين الباقي مشوار في البطوله لانه كما تعرفنا الفريق الاتحاد عنابة يمر يعني في النتائج ان شاء الله يعني يديروا مقابله لفريق مع الفريق الاتحاد عنابة ومن أن نحضروا المباريات البطولة اللي راه جاية إن شاء الله. إذن مباراة اليوم بداية من الثانية والنادي الشبيبة تاع زازكا تستقبل شباب بندقيس من ولاية العباس بملعب الدار البيضاء أصغر فريق من الجهوي الأول نادي الإبرة يواجه الشباب جيجا الأولمبياق وشباب المشرية وداد تلمسان شبيبة الثورة واتحاد الشوية بالهوشات يا أخي سمعتك مليحة بالهوشات قلت لك شباب اتحاد عنابة شباب الزاوية من الجليدة يستقبل مودية الجزائر ونجم العجمي بملعب الجنود يواجه جمعية وهران الخامسة إلى الربع وفاق صيف شباب قسنطينة وعلى السادسة مساء شباب الوزداد جميع الحروب بملعب 5 جولة الأولمبي والبارحة حاملوا لقب أولمبي الشريف حبسية بملعبه أمام الاتحاد تسكرة بضربات الترجيح 5-3 بعد التعادل في اللقاء بمثل يساعد مدرب الاتحاد تسكرة وقف البدلاء يتم الحمد لله على السبب الهدف قلنا انه مش تعبت يعني داخل مدينة شرطة كنظن انه يعني دخلنا مباراة جديدة ونستنى من هدف يعني في الشوط الأول الهدف الساعة كان خلصوا بين الاتجاه انت مش التاكسي بلاك لا بلاك تلانين حبساته طفلة ديجا مركب وزاد بلادي ممتازين في النهاية تتمنى الحظ لدينا مباراة في مستوى لاعب مشهورين الحمد لله كاين ناس ما يقولوهاش Thank you.
Thank you.
الاطلاع مباشر للحديث عن الاستعدادات المادية والروحانية لشهر رمضان الكريم. بعيدا عن الإسراف والتبذير وبعيدا عن كل من يشوب ويفسد علينا رمضان. إذن مستمعينا بعد ما تلقوا على 6:15 إن شاء الله مع بنزيما في حصة فريلانس. كونوا أوفياء لبرامجنا كل عام بعد على مدى الجاية. كن سنة بعدها وبعد كل ما تتواصل برامج إذاعة الجزائر من عمراء ليلا أيضا. كنتم أوفياء خليكم مع نغم الفنان الكبير عبد السريغي ليلا. انت حالت وصدقت غرامت وعلاش تلومني كف من عارك يا أحلامي الغرام المكسيم في الله يسلم. Thank you.
شو بدهم غادير تخلع النابة كما اليوم الاخر تاع رمضان يا كما اليوم الاخر تاع رمضان وغدوه ربي يقدر الخير ان شاء الله بلوس
مدو لاباس باسكو الدراري يقراو على الامتحانات. Thank you.
والله والله جوزة شعرة جاي يجيس شعرة والله شعرة تنفح له وكي يهبط على حاجة يهبط عندك ما واحد ما عنده حتى قد يتنفح له حاجة يهبط على جالها برد أعضاء مجموعة فريق بلاس الجزائر وموزمبيق وسيراليون وغويانا باعتماد مجلس الأمن الأممي لقرار يدعو إلى وقف حوالين إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان معتبرا ذلك خطوة مهمة
تمهد الطريق للسلم والاستقرار. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم على قطاع غزة إلى 3,960 شهيدا و 72,524 مصابين. 72,000 من المؤمنين من الضحايا والجرحى هم من الأطفال والنساء. وقالت الوزارة في بيان أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة الأخيرة 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلفت 82 شهيدا و 122 نحن نتحدث بشكل عام عن صعبة. التقرير قدم من كميات الحضور قصد مجملها في مثل انشغالات الشباب وتطلعاتهم على المستويين المحليين والوطنيين. القطاع السكني بعنابة تتواصل بقاعة سعيد ابراهيم وسط المدينة عملية إباعة حقول الخاصة بالقائمة المؤقتة للمرشحين للاستفادة من حصة 900 وحدة سكنية في الطابعة العمومية الإيجابية. رئيس دائرة عنباء أكد أن دراسة الطعام ستكون بالضبط من قبل اللجنة الولائية للطعام للتأكد من صحة الطعام المقدمة. تحسبا لشهر رمضان المبارك كشفت وزارة التجارة وتغطية الصادرات عن كتف أزواج 450 سوقا جواريا عبر الوطن باحتضار تصل إلى 20%، وذلك لوضع حد للمضاربة وضمان استقرار الأسعار. هذا وانطلق بولاية عنابة الأسبوع العربي لحماية المستهلك تحت شعار المرأة العربية وحماية المستهلك للمركز الصحفي الإسلامي فرع ولاية عنابة. تنظم دوري اليوم المكتبة الرئيسية للمحلة العمومية وسط مدينة عنابة ندوة أدبية احتفائية على شرف كاتبات وأديبات تزامنا والعيد العالمي للمرأة. وفي الرياضة واجه هذا المساء فريق السريع عن الحين بملعب أحمد الجنة ضمن تطبعات رقميات الحساب الأسبوع العشرين من بطولة القسم الجهوي الأول. لإعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية وقنواتها الوطنية الموضوعاتية الدولية وشبكة الإذاعات المحلية الوكالة الإشمالية للإذاعة الجزائرية بأشكال إشهارية متنوعة إشهارات والإشهار الرقمي وصول الإشهار للجماهير داخل وخارج الوطن عبر 55 قناة إذاعية، 3 قنوات وطنية موضوعاتية دولية وشبكة متكونة من 48 إذاعة محلية. عملية الوصول الرقمي للإشهار عبر البث الحي على منصة الإذاعة الجزائرية بجميع القنوات على تطبيق الجيل الريدي وعلى أبل ستور اثنين الرحمن بكر بسيف راديو الجزائر من جزائر تخش دير السيركل يدك عاد لازم لازم تروح الكور ماكسيمس بالذات عندها دخله واحده راني معاك فاهم تهود من فوق راني معاك فاهم مش عارف كيفاش تحت ندير شو اسمه ديستيناسيون هادي دي تزيد تخرج على الكور ما تخبرش شنو تزيد معايا خويا دور له مليح على الكور تي الاخر تدخل سي بير مارشي اوكي انا ابسك هيك هذا قصر برا محطات خدماتية تستيقظ بساحة إعلانية للثقافة والتنافس. بارك الله فيك. أشكرك خويا. رمضان ودي الحاجات
الخارج الوطني. نتواصل معكم عبر التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي لإذاعة عنبة. قلبية في القلب تاع الدنيا تاعنا. كما يقولون ما فيش كبير وما فيش صغير. نعم، ولكن تتعرف اليوم الأندية الصغيرة تريد أن تبرز، لأن هذا الكأس معمولة كذلك للأندية الصغيرة، واللاعبين الموجودين في الأندية الصغيرة يريدون ولما لا، وهذا هو الحافز نتاعهم باش يلحقوا إلى أبعد حد ممكن في سيدة الكأس. والطموحات تكبر مع مرور اللقاءات، ولذا نقول للفرق الصغيرة اليوم تريد أن
تظهر وكما يقول لك توري الامكانيات نتاعها ولما لا باش تنحمل الدرجه ولما لا يعني هذا شاهدناه وعشناه في السابق وفاق الكل والكراك وكاين الفرق اللي لحقوا المستوى سبب نيكور اللي فاز بالكاس نعم وغير من الانديه. السلام عليكم. السلام عليكم. وين حبان قطار؟ صبغ نجال تاع عليا مالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يا لو ما بيا غير خايف مشتاق يا لو عليك مطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ابدا هيات دعون الله العالي عليك نطرح سؤالي شوقي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطه ماشي ديالي اجي انت ملتنين راني صدق في قوالي تحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيره يا زين حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتني شحال منك يا جذبك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحان ومدي فلان صورتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غرما ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت
عمري كذبت عليك. قلبي صافي معاك مشيت وفليت شبابي عليك، في العهد بخلاص وفيت عمري كذبت عليك. انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي الشريك، على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي، خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي. لو بغيت الخير قولي لي يا غزالي، علاش متفارقين والله ماشي ديالي. اجي انت ملتنين راني صدق في قوالي، نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي، بيك الغيرة يا زين. ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة، نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد. ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة، نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد. نتبلي منامي بقد الغالي مشموم الخودات، على سنة سيد الأرسالي زال عائلات. قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي، قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي. أجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي، نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي، بيد الغيرة يا زين. ما دامت العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات، قلبي يعلم به العالم مول العظمات. ما دامت العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات، قلبي يعلم به العالم مول العظمات. سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات، يوفي لي قصدي وينعم على عباد الخيرات. قول الموالي عليك نطرح سؤالي، جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي. اجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي، نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي، بيك الغيرة يا تروح ما لقيت له الجواب، لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. السؤال بقى تروح ما لقيت له الجواب، لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. نرسل اهلي يديروا الفتوح بحضور الاحباب، طب فرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي، بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي، جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي. اجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي، نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي، بيك الغيرة يا زين. راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين، راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين.
موعود ليك في السعادة والخير. واللي بغى قلبك يحضر إليك انتي ناوية ترميني في بيك، وعلاش في الغدر ماشي حق عليك، وعلاش ناوية ترميني في بيك، علاش الغدر وعلاش، علاش الغدر وعلاش، علاش الغدر ماشي حق عليك، علاش تنغدر وعلاش، علاش تنغدر وعلاش، علاش تنغدر ماشي حق عليك، علاش تنغدر ماشي حق عليك. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان، بالوان بالوان الخاطر بالوان، حتى المياه جرات بالخصاص، جرات بالخصاص، وعملت طيري غني بالحان، بالحان بالحان يغني بالحان. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان، بالوان بالوان الخاطر بالوان، حتى المياه جرات بالخصاص، جرات بالخصاص، وعملت طيري غني بالحان، بالحان بالحان يغني بالحان. الحب يا الغداراتي بيدي، العين تنهدى ماشي خسارة فيك، انتي معودة عليا بالتدمير، هكذا الخير يتعود كيديك، وعلاش يا النكرة العشرة والخير، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر وعلاش، علاش دي الغدر ماشي حق عليك، علاش دي الغدر ماشي حق عليك. طفايعك حملتهم وسكت، حملتهم وسكت، حملت المعاني وزدت الحيلات، الحيلات الحيلات زدت الحيلات، انا نويت محبة ما حولت، محبة ما حولت، ما عملت فيك دوني ولا زلات، زلات زلات ولا زلات، حتى طبيعك حملتهم وسكت، حملتهم وسكت، حملت المعاني زدت الحيلات، الحيلات الحيلات زدت الحيلات، انا نويت محبة ما حولت، محبة ما حولت، ما عملت فيك دوني ولا زلات، زلات زلات ولا زلات، لكن باين على وجهك التغيير، الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك، موالفة تنكري العشرة والخير، وتبدلي المحبة باللي يغويك، وعلاش يا بنكرة العشرة والخير،
علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك 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 واللي بغى حبيبو يجيبو بالعيلة يلي يلي حبيبي يلي فينو مول النخوة سيدي حبيبي زاني ما دون ساني يلي يلي حبيبي يلي فينو يلي 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 حبيبي يلي فينو سيدي كيشان عاب كبريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي سيدي سيدي كيشان عاب كبريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي مول المشوى سيدي حبيبي زاني ما دون ثاني عيدي عيدي حبيبي ديالي فينو عيدي عيدي حبيبي ديالي فينو ولفي ولفي قولي وانت نلقاك والملاقية بيني وبينك جات بعيد سرعتني شمس الضحى وانا نترجاك كما يرجع الصايم يوم العيد الله يجمعنا في قريب الله يجمعنا في قريب ويوم سعيد. Thank you.
فنيت من اللي عت المحبة نكدي طال فنيت من اللي عت المحبة نكدي طال سبغ نجانال تعالي يا مالو راني هاي المهميم وترجع الفخانة ونسال عليه من سباني بنجال ما بيا غير خايف أبيا غير خايف مشتاق خيالو ما برالي بعد ما نويت وبريت جراحي طالو يا يو حتى يهولوني نعود مصاهر الليالي شاطنات بالي هدو غير شك زادوا للقلب هوان يوم شتون كيف رادوا قدر نعمل غني العالي سبقي وحدين صرفوني وفامي جاني أدروني يا لي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حال يسير على حال ويالي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حال يسير على حال لازم الصبر صبري العيس في الليالي يتغرع ساكني وينتق من غير حوالو لاش تلوموني هكذا في حالي وانا بقى رايحين لالي شافي باكي من هموم قليبي وهواني
طرموا للغرام تايه طرع عقله يعود سليم يعود سليم ترى يبقى هميم هايم لا ما يزال غرام مصيبته مصيبه مش غاية ليمي قوالي يا ليمي قوالي غرام صعيب سو لما ليه اللي جالو غرام طوع الصلاة الناس يا ما اللي بحالي اللي بحالي ديما غيدا على الحبيب لا بيرتالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيو خلي وكل حالي سير على حال ويالي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيو خلي وكل حالي سير على حال كسرى على نصال وما قسى علي الهلالي علي الهلالي نطوع سيف الغلام والعبسي ومتالي بعض من الناس كايلوموا ويزيدوا في ملام حالي في ملام حالي بعض من الناس كايقولوا هذا عمذالو إذا نجبر أهل الفن بحالي يستحسنوا قوالي يستحسنوا قوالي يبكيوا على بكاي ناس الغيوان يسالوا وإذا نجبر أهل اللوم يلوموا يبطلوا شغالي يبطلوا شغالي ويقولوا يا لطيف راه قوة علالو كمن واحد لامني ويكتر عجبي مع سوالي مع سوالي دوي فيا وكاي خفف دمبي بطوالي عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالي عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خليوا كل حال يسير على حاله سيرتي ما نبغض إنسان ما نبالي ما نبالي ما نشتم حد واللي يغتب ما نسغالو قابض حدي وكان ساعف غرام اللي في دخالي اللي في دخالي نخمم في حكايته اش يكون في صارو لولا الغرام ما نخمم ولا نسها على شغالي على شغالي
السلام عليكم خويا يحيى لاباس الله يعيشك ربي يحفظ سلم لي عادل سلم لي عليه مليح عايش راح ينفذ هذا التمثيل الاتحاد حتى بكل تمس
18 وكمل الفيلم ماشي بيان مش بساعة فاير بساعة أطير. هاي بيبا. ليه يرفع على صوتي؟ Thank you.
تكون مصر ورانا كراش. لا